شكرا. أصغي إلي جيدا يا سرحان. كل آذان صاغية يا مولاي. لقد قررت التخلص من الأمير. ماذا؟ أطفالنا البريئة؟ أجل أجل يا سعد الدين، أطفالنا فلذذ أجبادنا. بالرغم من أنك لا تشربين إلا أنه يبدو أنك نسيت أنك عقر. أنا من أخبار عن مظفر الدين؟ لا أستطيع أن أقول لك الآن شيئا يا شمس. ماذا؟ كما قلت لك يا مولاي. رحماك يا مولاي، رحمان رحمان، والتزق أني سوف أعيد إلى الكهف راكعا على ركبتي، فما خدعني رجل من قبل. نقع عسرة في أيدي هذا الأمير المتغطرس. أعادك الله لنا بالسلامة يا بني. كيف يحدث هذا يا فرانسوا؟ كيف يا قائد الجيوش؟ لا تغضب يا سمو الأمير، إنها مجرد قافلة واحدة. قافلة واحدة؟ إنها ليست قافلة يا فرانسوا، إنها الفرص التي كنت أتحيلها لصلاح الدين. فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضة واقتناء هذه الفضيلة يحظى منا بحسن الصنيع ونجاح الوسيلة. أما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأعرض عن حق دينه، فإن تاب ورجع قبلناه، وإن أصر على غوايته أزلنا يده وعزلنا. وهذا يبدو خيرا يا مولاي الأمير. إن صلاح الدين ينوي إثارة الرعب في وجهنا يا شرف الدين. يعرف مولاي الأمير كيف تطاول علينا الفرنجة وباتوا يشكلون علينا خطرا دائما، فلا بد من التكتل أمامهم. والله لقد ذهبت بأفكاري على نحو مختلف عنك يا شرف الدين. كيف يا مولاي؟ لو نظرنا إلى أحوال الأمة الإسلامية الآن لرأينا أن بها قطبين. الأول صلاح الدين الذي أحكم قبضته على الشام ومصر وقضى على الخلافة الفاطمية بها بعد أن ساعدته الأقدار بوفاة نور الدين. والقطب الثاني يا مولاي؟ القطب الثاني هنا في الموصل. أنا يا شرف الدين، البيت الزنكي العتيق، أبي هو الذي حررها قبل أن يوجد صلاح الدين. ولكننا يا مولاي نحتاج في هذه الآونة إلى التكاتف لمواجهة الفرنجة، إننا في موقف حرج. ولكننا إذا استمعنا إلى صلاح الدين فسوف تتفتت إمارة الموصل ويذهب إلى غير رجعة هذا العرش الزنكي الذي كافح أبي ورفاقه من أجله. ولكننا يا مولاي إذا تفرقت كلمتنا فسوف يطمع الفرنجة بالعروش جميعها، إنهم يتربصون بنا، إن انتهى أملهم أن نتفرق حتى يسهل عليهم القضاء علينا. لا، لن يكون هذا أبدا. لله ضرك يا صلاح. ماذا يقول صلاح الدين يا مولاي؟ إنه يدعونا للجهاد يا ابن نافع. بارك الله فيه وشد من أجره. إن هذا الأمر يلح على خاطري كثيرا يا ابن نافع. أعلم ذلك يا مولاي، إنه بالفعل أمر خطير، ولكننا نجتاز موقفا خطيرا كذلك. إنني أعتقد يا ابن نافع أن صلاح الدين وصلاح الدين وحده والذي سوف يحقق أمل المسلمين في المشرق والمغرب. إن منتهى أملي يا مولاي أن أعيش حتى أرى المسلمين وقد توحدت كلمتهم وقضوا على هذه الحملة الصليبية اللعينة،
ليس هناك سوى صلاح الدين الذي يستطيع أن يفعل ذلك ودون أن يريق نقطة دم. انظر كيف أنهى الخلافة الفاطمية في مصر دون ضجة. هذا صحيح يا مولاي. أتعرف فيما أفكر يا رئيس الديوان؟ خيرا يا مولاي. في الانضمام إلى معسكر صلاح الدين. أيعني مولاي ذلك حقا؟ أتراني أمزح يا ابن نافع؟ إذن فقد اتخذ مولاي القرار وانتهى الأمر. أجل، هو ذاك. وكيف نتصرف إزاء مولانا الأمير غازي؟ إننا نتبعه؟ لن نتبعه بعد الآن، وليحدث ما يحدث. سنصبح موقفنا صعبا يا مولاي. إن الموصل تقف اليوم كالشوكة القوية في ظهر صلاح الدين، ولا بد لنا من تدعيم موقفه. أخشى ما أخشاه في هذه الحالة يا مولاي أن يأمر الأمير غازي بدفع حملة للقضاء علينا. لا تخشى شيئا يا ابن نافع. إن الله معنا. وحتى لو جرد له الأمير غازي حملة فسينتصر عليه الأمير يوسف، لأن أهل أربيل كما جاءت الأنباء فرحون بهذا القرار. ولكن ألا ترى يا مولاي أن نرسل حملة لتساعد الأمير يوسف في حالة هجوم جيش الموصل عليه؟ إني لا أرى ذلك. لماذا أخي؟ حتى لا يفهم باقي الملوك والأعداء الأمر بطريقة خاطئة. إنهم يقولون الآن إن صلاح الدين يريد أن يسيطر على الأمة الإسلامية، فما بالك لو أرسلنا أي قوات؟ سيتأكد قولهم. ولما لا يقولون إن صلاح الدين يوحد راية جهاد المسلمين ضد الفرنجة؟ سامحهم الله، لقد فكرت فقط أن أبعث سرا رسولا إلى الأمير يوسف ليعرض عليه المساعدة في حالة ما إذا حدث هجوم عليه، فإذا استعان بنا وجب علينا أن نجيبه إلى طلبه. رأي سديد يا مولاي. وفقك الله وقواك ونصر بك الأمة الإسلامية. يا عبد الجليل أمرك. استدع لنا فورا قائد الجند. أمرك مولاي. ها، وما أخبار البناء حول القلعة؟ لقد على البنيان وقارب على الانتهاء. وأخبار السور الذي يبنى حول القاهرة؟ في طريقه للاكتمال. لقد أصبح ذلك ضروريا خصوصا بعد حركة أربيل. لقد دنت ساعة الصفر وبدأنا العد التنازلي. والآن أيها الوزراء، بعد أن أعلنت لكم قراري بالانضمام إلى صلاح الدين، وددت لو عرفت آراءكم. أتراك يا مولاي لو عرفت رأينا سوف تنزل عليه؟ أجل يا سعد الدين، إننا نعمل بحكم الإسلام وعلى مبدأ الشورى. ولكن فلنفرض أيها الأمير أننا خالفنا قرارك بالانضمام إلى صلاح الدين. في مثل هذه الحالة أنضم إليه وحدي ودون أربيل. كيف يا مولاي؟ إذا ما وافقتموني بغالبية الآراء انضممت بأربيل وننفصل عن إمارة الموصل؟ أجل أيها القائد، إذا كانت غالبيتكم تخالفني الرأي فسوف أنفذه وحدي. يا مولاي، ها أنا ذا أعلن وصفي قاضيا لقضاة أربيل،
مبايعتك والموافقة على قرارك بالانضمام إلى صلاح الدين. عظيم. وماذا يرى رئيس بيت المال؟ إني أرى ما رآه قاضي القضاة. والآن ننتقل إلى القائد فخر الدين لنتعرف على رأيه. لشد ما كان يسعدني مبايعتكم أيضا أيها الأمير، ولكن تكلم أيها القائد، فما أحوجنا إلى معرفة رأيك؟ تعلم يا مولاي إخلاصي لوالدكم العظيم، فقد كنت قائدا لجيش أربيل طوال عهده بكل إخلاص. كل من في أربيل يعلم ذلك أيها القائد. ولكني يا مولاي أحمل مشاعر الود والإخلاص للبيت الزنكي الكريم الذي شببت على حبه. بوركت أيها القائد. والآن ها أنا ذا تتنازعني هذه المشاعر المتناقضة بين ولائي للبيت الزنكي وحبي لك وللعرش الزيني. أيها القائد، إن لك مطلق الحرية في الاختيار. أرجو أن تسامحني يا مولاي، فقد اخترت جانب الأمير غازي، فإن ولائي له لا بد وأن يكون. لا عليك أيها القائد، إني أقدر شجاعتك وإخلاصك للبيت الزنكي. بوركت أيها الأمير، وإني أستأذنكم في الرحيل من هذا البلد الآمن الذي أحببته كثيرا والعودة إلى الموصل. الرحيل؟ لك هذا أيها الأمير فخر الدين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ كيف يا أبي؟ ألا تدرك أن مصائرنا في أربيل ويجب أن يكون استقرارنا فيها؟ إنك لا تدركين معنى الولاء يا شمس. يجب أن يكون ولاءك أولا لأربيل يا أبي. إن أربيل تابعة لسيف الدين غازي. هب أن الفرنجة انتصروا واستولوا على أربيل وعينوك قائدا للجند، هل كنت ستدين لهم بالولاء؟ الأمر يختلف يا شمس، لو جاء الفرنجة لصرت عدوا، أما الآن فلست عدوا للبيت الزنكي. ولكنك بقرارك هذا أصبحت عدوا لأربيل، خاصة وأن أربيل أصبحت ضمن قوة صلاح الدين. ولكنني لا أستطيع أن أرفع سيفا في وجه سيف الدين غازي. حينما ترفع سيفك ترفعه في وجه المسلمين لصالح الفرنجة، أليس كذلك يا أبي؟ ماذا تقولين يا شمس؟ هل نسيت أنني أبوك؟ لا يا أبي، لم أنسى، ولكنه حديث الابنة المحبة لأبيها التي ترى ما لا تراه أنت. دعنا من يوسف وقصة الزواج منه، أنا وأنت من أربيل، من المسلمين يا أبي. لقد اتخذت هذا القرار وأنا أعنيه، اتخذته بمحض إرادتي. شمس، إني أقرأ أفكارك. لا يعنيني أن يكون أمير البلاد زوج ابنتي، بالعكس كنت سأستفيد أكثر لو كنت من هذا الصنف الذي تقصدين، ولكني أضحي بكل ذلك من أجل عهد أخذته على نفسي
مشكلتي مع يوسف. لك الخيار يا شمس، أن تبقي هنا أو تسافري معي. وأترك يوسف؟ لا، لن أكون إلا لك يا يوسف. كلمة أخيرة يا شمس. لو كانت هناك حرب بيننا، وستكون، وفرض أن تقابلت مع يوسف وصرعته، فكأنما صرعت زوج ابنتي شمس. وإذا صرعني هو، يكون قد صرع والد شمس زوجته. قد استمعت لنداء الواجب والضمير يا أمي. لترعاك عناية الله يا ولدي، وليبارك كل خطواتك. ولكن قلبي يتمزق. لماذا يا ولدي؟ القائد فخر الدين سحب موافقته على خطبة ابنته. لا عليك يا يوسف، لقد اخترت الطريق الذي تراه أصوب للمسلمين. أجل يا أمي، لقد قهرت مشاعري واخترت الطريق الصعب. هكذا علمني أبي. وإنني لفخورة بك يا ولدي، لقد اخترت وقررت وضحيت بحبك لشمس. فداء لهدفك ورسالتك. لكم أتعذب من أجلها يا أمي. سيدي الأمير، رسول من عند السلطان صلاح الدين. رسول السلطان صلاح الدين. مرحبا برسول صلاح الدين. بوركت يا مولاي، هذه رسالة لك يا مولاي من السلطان صلاح الدين. لكن يا مولاي، أريد أن أقول إن الجواسيس في أربيل كثيرون. لقد طاردني الجند ليعرفوا سبب مجيئي ويعلموا شخصيتي. قد يكون الجند رأوك غريبا فأرادوا أن يتحققوا منك. لا يا مولاي، لقد علمنا صلاح الدين الفطنة. إنهم جنود على غير ولاء لك يا مولاي. إنه قيماس. أيها الحاجب، أمر مولاي. إلي برئيس الشرطة حالا. أين خيماس؟ لا أدري. تكلم. لا أدري. أين خيماس؟ تكلم أيها الخادم. لا أدري. أين خيماس؟ خيماس؟ إن خيماس في الموصل. إن الأمير يوسف يعلم ذلك جيدا. إذن تعالي أنت معنا. وما الذنب الذي جنيت حتى تقبضوا علي؟ اقبضوا علي. هيا هيا. وهذا الخادم أيضا مظلوم يا مولاي، مظلوم. ما دمت تعمل مع قيماس فأنت لست مظلومة. مظلوم. هيا مظلوم. هيا مظلوم. هيا يا علي الدين، يا علي الدين. أنا لم أفعل شيئا. لا تخف، الأمير يوسف يريدك. أنا لا علاقة لي بأي شيء، إنني أحب الأمير يوسف، أقسم لكم أحب الأمير يوسف، أحبه حبا جما. الأمير سيف الدين غازي أمير الموصل.
تحدث ذلك وأنت موجود يا قيماز في أربيل بالقرب منك؟ مولاي، لقد أوفدني يوسف في مهمة خارج البلاد حتى يعلن قراره بالانضمام إلى صلاح الدين، وما أن علمت بالنبأ حتى أسرعت بالمجيء إلى ولي النعم. لو كنت تعرف كيف تكبح جماحة ما تجرأ وخرج عن طوعي يا قيماز. مولاي، أتظل هكذا واقفا مكتوف اليدين وكأن الأمر لا يعنيك؟ كلا يا مولاي، أقسم لن أدعه يفلت من يدي. والله لو أفلت منا هذه المرة فلسوف تتفتت إمارة الموصل ويتبع الأمراء الواحد بعد الآخر. مولاي، مرني بما تشاء يا مولاي فأقود الجيش إلى أربيل لأؤدب هذا الصبي الصغير وأعيده إلى رشده. سبحان الله، ابن زين الدين رفيق كفاح أبي ينشق علي ويذهب إلى معسكر الأعداء؟ لا، لن يحدث هذا، أقسم لك يا مولاي لن يحدث هذا وقيماز حي يرزق. والله ما كنت أصدق أن الأمير يوسف يفعل ذلك. هذا قرار لا يقدر عليه إلا رجل قوي الإرادة والشكيمة، ولكنك أنت ماذا ترى؟ هل أحسن الاختيار بانضمام أربيل إلى صلاح الدين أم أساء؟ قرار الأمير يوسف بالتأكيد لصالح الإسلام والمسلمين، فالفرنجة يحتلون بعضا من بلادنا كما ترون، وهم لن يرحلوا عنها أبدا طالما نحن متفرقين. وها أنت ترى أن الأمير غازي لا يقاتلهم، بل قل إنه يهادنهم. وهل ترى الأمير غازي يترك أميرنا ينشق عليه ويتركه هكذا لحال سبيله؟ لا، غازي لن يترك الأمير يوسف، وكذلك لن يتركنا. وماذا تراه فاعلا؟ كل ما يمكن أن يفعله هو أن يرسل جيشا لإخضاع أربيل وإعادتها إلى حضيرته، ويمكنه أيضا أن يصدر حكما بإباحة دم الأمير يوسف. لو فعل هذا سوف تكون ضربة قاسمة للأمير يوسف. إن قرار الأمير يوسف هو الضربة القاسمة لأمير الموصل. لهذا إذن يتحدث القادمون من الموصل عن شائعات تنتشر هناك عن إعداد الأمير غازي لجيش ينوي دفعه إلى هنا. يبدو أنها ليست شائعات، فإن لدي من الأخبار ما يؤكد ذلك. ولكن أتدري من الذي سوف يقود الجيش ضد الأمير يوسف؟ من يكون؟ قيماز. عجبا. لا تعجب، لقد عينه الأمير غازي نائبا له ورفع شأنه. ماذا تقول يا ابن نافع؟ هكذا وصلت الأخبار يا مولاي، بأن الأمير غازي قد أمر الجيش بالتحرك وعلى رأسه قيماز. قيماز، إذا فليستعد الجيش فورا. أمر مولاي. أخيرا يا قيماز، أخيرا سنلتقي. ثم ماذا يا هدية؟ وبذلك لن يتم زواج الأميرة شمس من الأمير يوسف. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لو كان سيدي فخر الدين قبل أن يبقى في أربيل لا أدري لماذا فعل ذلك. أكاد أقول أن سيدي فخر الدين لا يؤمن بالعواطف. ولم لا تقول إنه مكبل بعهدي للأمير غازي؟ نعم، ولكن هل سيبقى الأمير فخر الدين بأربيل؟ لا أدري. لك الله يا أمير يوسف، وأنت يا أميرة شمس. سوف نواجه جيش الموصل هنا خارج مدينة أربيل وراء هذه المرتفعات. ستعمل الميمنة على شغله من هنا، ثم تقوم الميصرة للالتفاف من حوله والانقضاض عليه من هنا. عظيم.
لابد لنا من إيقاع الهزيمة بقيماز وجيشه، فإن هذا الثعبان إذا ما حقق النصر علينا فسوف يدك أربيل دكة. شمس. نعم يا أبي. أود أن أخبرك بأننا سنسافر غدا بإذن الله. أمرك يا أبي. ألا ترين أن أذهب إلى يوسف لنستأذنه في السفر؟ لا، لن أذهب إليه. فظيع يداهمني كل ليلة. لم يكن إلا حلما يا مولاتي. أجل أجل يا هند، كابوس رهيب، كابوس فظيع. لقد أخبرت مولاي سعد الدين البارحة بضرورة أن يزورك الطبيب، ولابد أنه في طريقه إلينا. لماذا يا هند؟ أنا لست بحاجة إلى طبيب. ماذا يفعل لي الطبيب؟ افتحي لي قلبك يا مولاتي، قد يخفف الكلام بعض ما تعانينا. أرى فيما يرى النائم، أرى في منامي وجوها عديدة، وجوها بيضاء ملساء بلون الثلج، وجوها بيضاء بلا ملامح، بلا ملامح. اهدئي يا مولاتي، اهدئي. ربيع، ربيع يا زوجتي الحبيبة، أرجو أن تكوني على ما يرام. أحضرت إليك أمهر الأطباء، جئت إليك بنطاسي بارع. تفضل أيها النطاسي، تفضل تفضل. هذه هي المريضة. وماذا يفعل الطبيب في نفس عليلة يا سعد الدين؟ مما تشكو سيدة الأميرة؟ سيدتك تشكو من اعتلال في صحتها. هيا أرنا همتك أيها النطاسي البارع. الداء ليس هنا أيها الطبيب، ابحث عنه في مكان آخر. الأميرة يا سيدي القائد في أحسن حال من الناحية الظاهرية التي أراها. صدقت أيها الطبيب، فلندع ما في القلب في القلب. صحيح الجسم سليم، ولكن النفس عليلة والفؤاد ينوء بالهموم. إنك تحتاجين إلى من يسرع عنك أيتها الأميرة. أنا طبعا أسرع عنها. نزهة طويلة كفيلة بأن تطرد عنك اليأس والملل. طبعا نزهة خلوية كما يحدث دائما. شكرا شكرا أيها النطاسي، شكرا شكرا. هند اصطحبيه إلى الباب الخارجي. والآن يا حبيبتي، والآن
أصبحنا الآن وحدنا. أصبحنا وحدنا. كنت أريد فقط أن أسألك عن شيء ما. أريد أن أسألك، مما تشكين؟ نعم، مما تشكين وحولك الخدم والحشم وكل وسائل الراحة والرفاهية؟ وهل الحياة جاه ومال فقط يا سعد الدين؟ تعلمين حبيبتي أنني منشغل بالسياسة وبالحكم، وتعلمين أيضا أنني قائد مرموق في جيش صلاح الدين. قائد مرموق في جيش صلاح الدين ولكنك موال لخصمه. ماذا تقصدين بالله عليك؟ أقصد موالاتك لغازي الذي لا يكاد يرفع إصبعا واحدا في وجه الفرنجة. ألم أمرك أكثر من مرة ألا تتدخلي في شؤون الخاصة؟ هذا أمر ليس من أمورك الخاصة، ولكنه أمر يهم العرب جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. افهم يا سعد الدين، ما دام الفرنجة هنا فلا أمان لنا نحن العرب. وهكذا فقدنا كل شيء، منزلنا وأموالنا وأحوالنا وأهلينا، وبدلا من أن نصبح حكام أربيل وأصحابها تردنا منها شر طردة. صدقتي، صدقتي والله يا أختي صدقتي، إنها لم تصف لك مدى الإهانة التي لحقت بنا. نعم إهانة، إنها لكارثة. نعم كارثة. أنا رئيس بيت المال أصبح مهانة لهؤلاء الأوغاد من الجند. أنا لا تغضب يا علي الدين، لا تغضب. لقد أصبحنا أحسن حالا والحمد لله، فبدلا من أن أكون نائب الحاكم في بلدة صغيرة كأربيل أصبحت نائب الحاكم في الموصل نفسها. أرجو الله أن تصبح أنت الحاكم نفسه. قيماس، لابد وأن تفأر لنا من الأمير يوسف. لا تخشي شيئا يا خديجة، الصبر، قريبا سألحق بأخيه مظفر الدين إن شاء الله. جاء الحق وذاق الباطل، جاء الحق وذاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أيها الناس. حمدا لله، ها قد انتهى القتال وعاد الجند بعد أن لقنوا قيماز الغادر درسا لا أظن أنه سوف ينساه. لله ضر الأمير يوسف، من كان يظن أن يظهر منه كل هذا؟ أنسيت أنه ابن زين الدين وأن هذا الشبل من ذاك الأسد؟ صدقت والله، إن هذا الأمير يتقدم بخطى ثابتة من أجل مصلحة الإسلام. لقد بغى قيماز، ولكل باغ النهاية، سبحان الله. أنا أرفعك إلى أعلى المناصب وأصدر مرسوما بتعيينك نائبا لي في إمارة الموصل، ثم يهزمك هذا الأمير الصغير؟ لم يهزمني يا مولاي، ولكن لم يهزمك.
وبماذا تسمي فرارك على رأس الجند أمام جند أربيل؟ إذا كنت لم تهزم يا قيماز فلماذا لم تحضره إلي هنا مقيدا بالأغلال؟ مولاي، في إمكاني أن أعاود الهجوم على أربيل مرة أخرى. إن أربيل تعتبر ملكي وأحكم عليها قبضتي، ولكنك تعلم يا مولاي أن أهل أربيل تابعون للموصل، فإن نحن قتلنا فيهم وفي أهلهم فقد خسرت الموصل جيشا يمكن أن يقف في وجه صلاح الدين لا معه. إن أهل أربيل على خلاف مع الأمير يوسف كما أخبرنا بذلك رسلنا. إننا نريد أن نقتنص الأمير يوسف فقط، أما أهل أربيل فهم جندنا. أما إذا شاء مولاي غير ذلك فليأمرنا بمعاودة الهجوم وسنعمل فيهم القتل. لا أظن أن بإمكاننا معاودة الهجوم من جديد يا قيماز. لماذا يا مولاي؟ لقد طرأ تغيير كبير على الموقف، وأصبح في استطاعة يوسف الآن بعد أن انضم إلى صلاح الدين أن يستعديه علينا إذا ما هجمناه. لقد سبق السيف العذل يا قيماز وضاعت منا أربيل. الناس على كف الأقدار والدنيا تضحك بالمقدار.